يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة بصولي ليها وتسلموا لي على بلادي.
الجنة، وأخيرا فعزاء عزاء، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. اللهم أفسح له في قبره مدى بصره، ينمي الكتابة، يسر حسابه، اجعل يا رب قبره روضة من رياض. ألهم أهل الصبر والسلوان، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان، أن القائد العام والأعلى للقوات المسلحة يقدم عزاء لأهل هذه القرية. والمندوب معنا الآن، فأبلغكم جميعا بأن القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي يقدم عزاء لأهل هذه القرية العظماء. اللهم اغفر للفقير، اللهم أي 70 إنسان من أقاربه، فهنيئا من يموت شهيدا في سبيل الله، فلقد اختارهم الله واصطفاهم للشهادة. فنحن أبناء قرية واحدة، فعلينا أن نتحلى بالصبر، علينا أن نتحلى بالصبر. نهانا الإسلام عن أن نكون فرقا وأحزابا وشيعا يضرب بعضنا رقاب بعض. أهل هذه القرية العظماء حذرنا الإسلام من كل هذا تماما. وقبل أن أختم حديثي معكم، بلغني مندوب من وزارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة أكبر يوم القيامة خامسا يزوج من الحور العين، سادسا يشفع في يرى مقعده من الجنة، ثالثا يجار من عذاب القبر، الشهيد يجار من عذاب القبر، رابعا يؤمن من الفزع أن يرى مقعده من الجنة، هو لسه بيته. ثانيا أول دفعة من دمه على الحصار، الأولى أن يغفر له عند 6 خصال، للشهيد عند الله تبارك وتعالى 6 خصال، وسلم للشهيد عند الله بقول الرسول صلى الله عليه. فإن هذا يطمئن المسلم ونذكر إعلام صور جثامين الشهداء قرية واحدة. فهنيئا لكل من يموت شهيدا في سبيل الله. فإذا قد نقلت إلينا وسائل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فنحن أبناء قرية واحدة، نحن أبناء قرية واحدة، حذرنا الإسلام من التناسل، من التباغض، من التقاتل، من حرق للبيوت، ومن حرق للمحلات، ومن حرق للمنازل. نحن أبناء دا. فقال أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلمون، ولكنه رضي بالتحريش فيما بينكم، وذلك لأنه يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء ويريد الشر من هذا كله. ولذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته في حجة الوداع مع الصابرين، حذرنا الإسلام من التحدي ومن التباغض ومن التقاطر ومن حرق البيوت ومن هدم للمنازل والمحلات. حذرنا الإسلام عز وجل في كتابه العزيز، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله من التنازع. حذرنا الإسلام من التقاتل، حذرنا الإسلام من التباغض. فقال أحسن تأويل، فأي نزاع بين طائفتين أو بين زوجين أو بين أسرتين أو بين جارين
يرد أولا إلى الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أولي الأمر من المؤمنين. حذرنا الإسلام تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. وأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي أن يتحاكموا إلى الله وأن يتحاكموا إلى أن يصونوا إيمانهم حين تنزل بهم ريح التنازع. ونصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة المعزون لقد أمر الله المؤمنين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلى آخر هذه الآية. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إيماني هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه عيشة راضية في جنة عالية قطوفها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عن أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيش. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها